خليني اروح معاكم. انا الخبر ده شخصيا اللي هقوله لكم انا مبسوطه بيه، مبسوطه بيه لكذا حاجه. نقول الخبر بعدين نتكلم مع بعض. اعلنت المنظمه العالميه لخريجي الازهر تفاصيل المسلسل الرمضاني للاطفال. اولا دي احلى حاجه ان يكون في مسلسل رمضاني للاطفال. المسلسل الحقيقه عنوانه نور والكوكب السعيد. هو انتاج مشترك بين الازهر الشريف واكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، والتعاون كمان مع مجله نور. المجله صادره من المنظمه العالميه لخريجي الازهر. والمسلسل عدد حلقاته هتكون 30 حلقة في شهر رمضان بإذن الله. وكل الحلقات هيكون في حكاية بقى، كل وقت هيكون 3 حلقات أتمثل حكاية مستقلة، هتنتهي بأغنية كورال للأطفال. أيا كان أنا سعيدة أنه يكون في إنتاج للأطفال، ويكون هذا الإنتاج الأزهر الشريف موجود فيه، ويكون في هذا التعاون اللطيف ان احنا كمان نقدم للأطفال كده حاجة لطيفة، ونقدم معلومات لطيفة، ونسهل على أطفالنا كمان معلومات وتبقى من مصادر موثوقة ونبقى متأكدين منها. تعالوا نروح كده ونسأل أيضا الدكتورة نهى عباس، وهي مؤلفة المسلسل والمشرفة كمان على إنتاجه. دكتورة نهى مساء الخير وكل سنة وانتي طيبة. النور يا فندم وانت طيبه، ميرسي قوي على المقدمه الجميله. انا مبسوطه جدا ان يكون اولا في مسلسل الاطفال في رمضان، ويكون الازهر كمان مشارك فيه. لا هو الحقيقه ده سادس سنه للازهر الشريف يقدم عمل للاطفال. يعني احنا مبتدين من 6 سنين بنعمل كل سنه عمل للاطفال، وبينزل على التلفزيون المصري وعلى القنوات المتحده. فيعني الحمد لله احنا طول الوقت بنبقى سعداء من هذا الانتاج المشترك. ليه؟ لانه كمان وجود الازهر والتوثيق والمعلومه، وحضرتك كمؤلفه يعني بتقدروا تجمعوا ما بين التشويق والمعلومه والفكره في نفس الوقت. كلميني بقى عن نور والكوكب السعيد. هو بس كمان لازم اضيف قبل ما اتكلم عن المسلسل شكر خاص لاكاديميه البحث العلمي، لأن هي دخلت في مشروعاتها ومبادراتها الإنتاج للأعمال الكرتونية للأطفال، وده برضو من سنوات، ويعني يعتبر في وقت كان الإنتاج للأطفال متوقف تماما. فالتعاون الأزهر وأكاديمية البحث العلمي ده شيء مشرف جدا، ويعني أتمنى بقية المؤسسات الدولة يعني تحتوا حزوهم في الاسلوب ده والاهتمام بالاطفال بالشكل ده. بالنسبه للمسلسل بقى، هو المسلسل ده عباره عن دعوه لعالم جديد وكوكب سعيد. يعني احنا كلنا دلوقتي بنعاني من الكوكب اللي احنا عايشين فيه، وشايفين قد ايه في الاطفال بتعاني على هذا الكوكب. وفي قضايا كتير جدا موجوده بتمس الاطفال وبتمس الكائنات وبتمس الكوكب نفسه. فحبينا نقدم القضايا دهيت من خلال بقى مغامرات مشوقه جدا. ابطال العمل اللي هو يعني الطفل نور ده هو بطل في شخصيه كرتونيه في مجله نور، وزي ما قلت ده سادس مسلسل بتبقى بشخصيه نور واخته زهره. ضفنا عليهم السنه دي شخصيتين كمان فيهم خيال جميل، شخصيه رامي فتى المستقبل اللي جاي لنا من المستقبل بيعرفنا هو شاف ايه بقى في المستقبل، حال الكوكب الارض بقى شكله ايه، وايه المعاناه اللي هم عايشينها في المستقبل بسبب افعالنا احنا في الوقت الحاضر اللي احنا موجودين فيه. اكيد. ايه ماده الجذب اللي انت حرصتي عليها؟ لانه الطفل النهارده بتاع اليوم والحقيقه يعني الكتابه ليه مش سهله، لانه طفل هو مطلع ومنفتح على انترنت وعلى اعمال كتيره كمان غير مصريه وحاجات كتير. فايه ماده الجذب اللي انت حرصتي عليها في المسلسل الكرتوني ده عشان تشدي فيها الطفل المصري ونكسبه، يعني ياخد بقى ثقافتنا كمان يعني؟ طبعا هو يعني نمره واحد في الاعمال الكرتونيه اللي يعني اللي احنا بنحرص ان احنا نقدمها للطفل المصري انها ما تقلش جوده عن الاعمال الاجنبيه. دي نمره واحد في جودتها في الحته البصريه للطفل لما بيتفرج على الكرتون ما يحسش انه اقل من اللي هو متعود عليه واللي بيشوفه.
طبعا. نمرة 2 القصة اللي فيها خيال وفيها تشويق ومغامرة، يعني حتى لو كنا بنتكلم على قضايا عميقة ومهمة وعايزين نوعي الطفل والصغير والكبير بيها الحقيقة، فلكن لو جت من خلال مغامرة وتشويق ويبقى أبطالنا دول هم اللي بيحاولوا يحلوا المشاكل اللي موجودة على الكوكب بالتكنولوجيا الجديدة بكل التقدم اللي احنا شايفينه ده، يعني المسلسل لا يخلو من كل أدوات التكنولوجيا اللي بيستعملها الطفل، وكمان بيتنبأ له بتكنولوجيا متقدمة أكتر كمان جاية له من المستقبل. أكيد. فهو ما بيحسش إنه في شيء يعني أقل من اللي هو بيشوفه في أعمال اللي هو مرتبط بيها الغربية، بالعكس بل احنا بالعكس بقى إن هو القضايا الجوهرية للأعمال هي بقى بتمسه هو وتمس هويته وبتمس مشاكله هو الطفل المصري والطفل العربي الحقيقة، أكيد احنا لأنه والجزء العام بقى للأطفال عموما اللي هو الخاص بالبيئة، يعني احنا قدمنا قضايا كتير منها مش بس موضوع البيئة للكوكب الأرض وإيه اللي هيحصل نتيجة سوء استخدام الإنسان للموارد، لا كمان قدمنا قضايا تمسنا إحنا في بلادنا، منها قضايا الصراعات والحروب، قضايا اللاجئين والأطفال اللي في اللاجئين والمعاناة اللي هم بيشوفوها، يعني كل ما بسبب التعاسة للأطفال. يعني في أفكار حلوة إن شاء الله توصل لكل أطفالنا وتزيد بالضبط. من وعيهم. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة نهى عباس مؤلفة المسلسل المشرفة على الإنتاج نور والكوكب السعيد بمشاركة مع الأزهر الشريف، أكيد دايما بتبقى حلوة وبيأكدوها تاني هذا العام. بشكرك شكرا جزيلا.